رئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، ويشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. خلال زيارتها مطار العريش الدولي، كبيرة منسق الأمم المتحدة تعرض عن تقديرها لجهود مصر لإيصال المساعدات إلى غزة. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 24,448 شهيدا، والمقاومة الفلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية شمال القطاع وإيقاعهم قتلى وجرحى. الثانية ظهرا في القاهرة، نشرة أخبار جديدة من قناة النيل، أهلا بكم والبداية بعد الفاصل. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع. وأكد الرئيس خلال استقباله اليوم وزير خارجية اليونان أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف. وقد اتفق وزير الخارجية اليوناني مع الموقف المصري، مؤكدا أن الأزمة الحالية أكدت مجددا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة. تناول اللقاء العلاقات المصرية اليونانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة الحرب بغزة والأزمة الإنسانية في القطاع. ومن المقرب أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما. أعربت سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع. وخلال زيارتها لمطار العريش الدولي، أكدت المسؤولة الأممية الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها. تضمنت زيارة كاخ مخازن المساعدات في مدينة العريش ومعبر رفح البرية، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تطلع بها مع كافة الأطراف على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. أنا هنا بقرار أممي من الأمم المتحدة كوكيل الأمين العام للأمم المتحدة وكبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، وأنا أشكر السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري على جهودهما الكبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، وسنحاول جاهدين تسريع وزيادة وتيرة المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة. وأنا سعيدة جدا بما رأيته من مجهود كبير على مستوى المساعدات الإنسانية، وسنبذل جهدا كبيرا على مستوى وقف إطلاق النيران حتى يتسنى وصول المساعدات الإنسانية لكافة أهالي قطاع غزة. كانت كبير منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة سيغريد كاخ قد التقت في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. وخلال اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني. أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيدة سيغريد كاخ كبير منسق الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.
تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، فيما أشادت كبير منسق الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربة عن تطلعها أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة في اليوم 103 من العدوان. وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 24,448 شهيدا و 61,504 مصاب. عزيز، أخ عزيز، ربطت به علاقة صداقة قوية خلال فترة بسيطة منذ توليه لمنصبه، ولكن أعتز كثيرا بالفرص التي جمعتنا والحوارات الصريحة والهامة اللي تناولناها والتوافق القائم فيما بين البلدين وفيما بيني وبين معالي الوزير إزاء أهمية العلاقة الثنائية اللي بنوصفها دائما بأنها علاقة استراتيجية راسخة على أرضية صلبة من العلاقات التاريخية الممتدة اللي تربط بين البلدين والشعبين، العلاقات التمازج اللي حدث بين الشعبين سواء بتواجد المواطنين اليونانيين على الأراضي المصرية في القرن الماضي وتواجد المصريين على الأراضي اليونانية حاليا، واستمرار التبادل فيما بيننا على مستوى الشعبين. فنعتز كثيرا بهذه العلاقات ونعمل على تنميتها. معالي الوزير تشرف صباح اليوم بأن استقبله السيد الرئيس، تم خلال اللقاء وخلال حديثنا المنفرد والحديث الموسع تناولنا مجمل العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها والعمل على استكشاف مجالات جديدة للتعاون، استمرار التنسيق السياسي على أعلى مستوى التنسيق واستكشاف مجالات التعاون الاقتصادية، تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في إطار مشاريع وزيادة حجم الاستثمارات والتفاعل فيما بين قطاع الأعمال الخاص، ومشروع الهام الخاص بالربط الكهربائي بين مصر واليونان ومن اليونان إلى المنظومة الأوروبية. هو كل ذلك يؤشر إلى استمرار هذه العلاقة لتعود بالنفع المشترك على البلدين. تأكيد أنه مباحثاتنا أيضا وخلال صباح اليوم وخلال المباحثات الموسعة تطرقت بشكل مسهب للتطورات الخاصة بغزة، الحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري، الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، الرفض التام للنزوح الجبري من غزة، والعمل على احتواء هذه الأزمة وعدم تصعيدها. ونرى المخاطر المرتبطة بالتصعيد والأثار المرتبطة بالتصعيد وكلها أثار سلبية لها انعكاسات إقليمية وتفوق ذلك إلى انعكاسات دولية. سوف نواصل تشاورنا بعد المؤتمر الصحفي،
ومرة أخرى برحب بمعالي الوزير الصديق العزيز جورج في زيارته، واتفقنا على أن تكون وتيرة الزيارات فيما بيننا بشكل قريب تأكيدا لأهمية التنسيق. أيضا تحدثنا عن العلاقة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية وأهميتها، واعتزمنا استضافة القمة القادمة للثلاث زعماء في مصر إن شاء الله في يتم تحديد الموعد في أقرب فرصة، لأنها أيضا علاقة ثلاثية استراتيجية وهناك مجالات تعاون عديدة يتم متابعتها بشكل حثيث من قبل رؤساء الدول الثلاث. شكرا، تفضل. Dear Minister, my dear friend Sameh, it's been an outstanding honor to be here. شرف عظيم لي أن أتواجد معكم في مقر وزارة الخارجية بمصر، وأن أتقابل مع حضرتك بصفتي الرسمية، وأود أن أشكرك على المستوى الممتاز للتعاون، وأنني أقدر بشكل خاص موقفك في إعداد الاجتماع مع السيد الرئيس. لقد عقدنا مباحثات مطولة مع الرئيس السيسي، وفخامته دائما له وجهات نظر بناءة في كل الموضوعات، وفي الواقع أننا حاولنا أن نبذل المزيد. ومؤخرا مصر كان لديها العديد من الأمور المشتركة مع اليونان، مما ينبئ ويجعلنا متفائلين بمستقبل مشترك بين البلدين. شكرا صديقي الوزير، وأن هناك أعمدة للاستقرار في هذا الإقليم، في إقليمنا المتقلب لدينا فهم مشترك، وأننا كذلك تناولنا التحديات المشتركة. وكما ذكر فإن لدينا أن قبرص تمثل لنا تحالفا ثلاثي للبلدان الثلاثة، وهو تحالف قوي. بالنسبة للربط الكهربائي الذي أشرت إليه السيد الوزير بين مصر واليونان، فقد وافقت عليه المفوضية الأوروبية، وهي تشير إلى العلاقات بين البلدين والدولتين، بالإضافة إلى مزيد من التعاون في العديد من المجالات، التجارة والثقافة والسياحة. وبالطبع فإننا سوف نواصل دعم الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبي. كان لدي الفرصة أن أرحب الوزير شكري يوم الاثنين في بروكسل في مجلس الجمعية، باعتبارنا من أقدم البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتواجده هنا خاص بالموقف في الشرق الأوسط. كلانا حاولنا نعمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، فإننا نعرف أن الموقف هش للغاية، ونحن بحاجة إلى التصرف سريعا، وأننا نشعر بالقلق إزاء الموقف الذي ينزل بالخطر في غزة، وكذلك احتمالية انتشار هذا الصراع في البحر الأحمر ولبنان. وبالنسبة للبحر الأحمر على وجه الخصوص، أود أنني أريد أن اليونان تهتم بهذا الأمر، ومصر تسيطر بشكل استراتيجي الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. لدينا مصالح مشتركة من أجل فرض الاستقرار في الإقليم على النطاق الأوسع. وبالنسبة لأن مصر كحليف استراتيجي في المنطقة العربية، فإننا كذلك كل الأطراف المشاركة في الموقف الحالي، فإننا نبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد، وكذلك إيجاد حل لهذه المشكلة الحادة وهذه الاضطرابات في المنطقة. وقد ناقشت هذا الأمر مع كل الأطراف، وأنا على اتصال دائم ومستمر مع الوزير الشكري، وأننا نثني على مبادرات مصر لإيجاد حلول
واقتراح خطة مرنة ومستدامة لحل الأزمة الإنسانية وإعداد موقف مستدام لما بعد الحرب وكذلك الموقف في غزة، وكذلك أن هناك حاجة إلى عمل سريع من أجل المنشآت في تحسين المنشآت في غزة، وهذا أيضا سيتم في المستقبل. بالأمس فيما يخص الاتفاق الخاص بإدخال المزيد من الأدوية والمساعدات الإنسانية لغزة، هي خطوة أولى جيدة ولكنها ليست كافية. نحن بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الفورية لتسليم السلع وكذلك كل المرافق الأساسية للسكان غزة. وكما ذكر السيد الوزير، لابد أن نكفل عدم نزوح أي نزوح للسكان، وأن يجب أن يعود أهل غزة إلى أرضهم ويعيشون في رخاء وسلام دون أي إرهاب أو ترويع بالنسبة لهم، وأننا سوف نعمل معا نحو هذا الاتجاه وهو حل الدولتين. سيدي الوزير، عزيزي الوزير سامة، في ظل الموقف أو حالة عدم اليقين حاليا، أن التعاون الاقتصادي والسياسي مع النمو وتعزيز السلام والرخاء هو بين علاقات بين دولين هو مثال يحتذى به لدول أخرى. شكرا جزيلا وأتطلع إلى مزيد من التعاون. Thank you for time constraints. We shall take just one question for each minister. Mr. Mustafa. تحياتي. سؤالي موجه للسيد الوزير سامح شكري. ترتبط مصر واليونان يا فندم بعلاقات تاريخية واستراتيجية طبعا ممتدة، وتعتبر اليونان من أهم أصدقاء مصر في الاتحاد الأوروبي. هل تطرقت المحادثات إلى أطر جديدة لتعزيز التعاون فيما بين الجانبين؟ والدور الذي يمكن أن تلعبه اليونان لدعم مصالح مصر مع الاتحاد الأوروبي؟ وأزمت لي هذاك الشق الثاني يتعلق بالأوضاع في غزة وزيارة الوزير الأمريكي بلينكين الأخيرة، هل شملت أي جديد فيما يخص الموقف الأمريكي بالنسبة لوقف إطلاق النار في غزة؟ شكرا فيه. شكرا. بالتأكيد أنه العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية فيما بين مصر واليونان هي علاقات متشعبة ونعمل دائما على تطويرها. هناك عدد من المشروعات في مجالات السياحة، في مجال طبعا الربط الكهربائي، المشروعات الحيوية والبارزة، في مجالات أيضا الاتفاق الذي تم صياغته بالنسبة للهجرة الموسمية والاعتماد المتبادل، والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال لزيادة حجم التبادل التجاري. نحن لدينا اقتناع بأنه حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية، وأن هناك أفاق واسعة لزيادة التبادل التجاري فيما بيننا. طبعا القدرات اليونانية في مجالات النقل البحري، وأيضا من المجالات اللي نعمل على تنمية التعاون خاصة بها، وهناك مجالات أيضا في إطار الزراعة، في إطار التعاون الثلاثي مع الأبرس، كلها تنفيذها هيزيد من المصالح المشتركة فيما بين البلدين. تأكيد أن اليونان لعلمها وقربها ومعرفتها بالأوضاع في مصر على مدى السنوات الماضية كانت دائما صوت مصر داخل الاتحاد الأوروبي، تعريف بالتحديات المشتركة اللي بتواجهها مصر وأيضا بتواجهها اليونان، ومن هنا كان الحديث والنقل وجهة النظر المصرية إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي كان أمر لا غنى عنه وأمر نعتز به، وكان له تأثيره في زيادة دعم العلاقة الثنائية فيما بين مصر وأجهزة الاتحاد الأوروبي ومصر وأعضاء الاتحاد الأوروبي. وكان هناك نتائج ملموسة لهذا
الدور اللي لعبته اليونان ودول اخرى من دول الاتحاد الاوروبي القريبه الى مصر، ونستمر في الاعتماد على هذه المعرفه وهذه الصله الوثيقه في تدعيم هذه العلاقه وتعريف الدول الاوروبيه الاخرى بمدى المنافع المشتركه التي تعود من خلال هذه العلاقه القائمة. ونحن تحدثنا أيضا على مجلس المشاركة ومخرجاته وأيضا ما هو مطروح حاليا من أفكار للارتقاء بالعلاقات المصرية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي، خصيصا اللي جاري بلورتها وسوف إن شاء الله تخرج إلى النور قريبا. فيما يتعلق بزيارة الوزير بلينكن بعد جولة شملت عدد كبير من الدول ومن ضمنها زار الدول العربية وإسرائيل، وحديثه فيما يتعلق بأهمية العمل على تعدي هذه الأزمة وتغير أسلوب الممارسة العسكرية من قبل إسرائيل وضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين واتخاذ خطوات فعلية للتوصل إلى ذلك. كما ربما رصدت من الحديث فلم يصل إلى درجة المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ولكن هذا هو موقفنا بأنه ضروري يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. ودي يمكن أتحدثت مع الوزير مرة أولى ربما أن ينشأ صراع في العالم ويكون هناك تحفظ أو تردد على المستوى الدولي في إطار المطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على حل أي نزاع من خلال الوسائل السياسية. بالتأكيد أنه حجم الأضرار التي وقعت بالشعب الفلسطيني في غزة من قتل حوالي 24 ألف الآن وعدد المصابين اللي بلغ فوق 60-70 ألف، 70% من المنشآت لم تدمرها البنية التحتية، شيء غير مسبوق في إطار أي صراع. وتأثر المدنيين الأبرياء أكثر من 60-70% من القتلى من النساء والأطفال، في الحقيقة هي كلها تلقي بظلال على الضمير الإنساني بأن يستمر هذا الصراع وما ينتج عنه من أضرار بالنسبة للمدنيين الأبرياء. فنظل في العمل الوثيق مع شركائنا الدوليين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدول العربية، من أجل وقف إطلاق النار والعمل على توفير المساعدات ومنع النزوح وإقامة الدولة الفلسطينية. تأكيد أن الصراع ودوائر الصراع عبر السنوات الماضية هي كلها مرتبطة بوجود حالة احتلال، عدم الوفاء بمسار أصله في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتأكيد أنه أن يزول الاحتلال لا يبقى سبب لأي نوع من المقاومة واللجوء إلى أي عنف، وهذا ما نسعى إليه. حل هذا الصراع الحالي في غزة لن يتأتى إلا في إطار شامل يؤدي إلى تناول قضية الرئيسية وهي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. سؤال آخر من ممثل التلفزيون الوطني اليوناني ERT. شكرا سيدي الوزير. رأينا بالأمس أن كان هناك هجوم على إحدى الناقلات اليونانية في البحر الأحمر، ويبدو أن هناك مزيد من الهجمات من جانب الحوثي. تشعر بالقلق إذا هذه الهجمات، وما هو موقف الحلفاء الغربيين لحماية المنطقة؟ شكرا جزيلا. نحن قلقون جدا بالنسبة للموقف ككل وانتشار الأعمال الأعدائية في كل المجالات من كل الجوانب.
لدينا هناك أعمال عدائية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان وفي البحر الأحمر. في البحر الأحمر من الواضح أنه يؤثر على أمن وسلامة الرحلات البحرية، لأن هذا يؤثر على التجارة الدولية، وهذا يثير قلقنا بشكل خاص. كما تعملون أن قوات العمل موجودة بالفعل لمنع أي أعمال عدائية أو هجمات ضد الأسطول التجاري، وهو أمر غير مقبول وهو ضد قانون الدولي فيما يخص البحار. لهذا السبب علينا أن نتسم باليقظة، ومن الواضح أننا لا ندعم أي نوع من العدوان والاعتداءات. نحن بحاجة إلى إنشاء قناة حوار لمنع كل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بالتماشي مع حلفائنا وخاصة مصر، وهي الطرف الرئيسي المعني نتيجة لملكيتها لممر قناة السويس. أعتقد أننا بحاجة إلى العمل معا، لأننا ندرك العواقب، ليس فقط العواقب الإنسانية بل المالية كذلك، التي من الممكن أن تحدث حال هناك انتشار واسع للاعتداءات في البحر الأحمر، وهذا سيؤثر ليس المنطقة فحسب بل العالم ككل. لهذا السبب فنحن بحاجة إلى تواجد تحالف قوي من الأمم لمناقشة الموقف. كما تعرفون ثمة قرار صدر من مجلس الأمن في هذا الصدد، نريد أن نكفل أن الإبحار ليس محظورا من أجل تأمين التجارة العالمية. شكرا جزيلا. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني، الذي يقوم بزيارة حاليا إلى القاهرة عقب مباحثات بين الوزيرين تناولت العلاقات المصرية اليونانية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وخاصة الحرب في غزة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة. تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري عن التمازج بين الشعبين المصري واليوناني من خلال تواجد عدد كبير من الجاليات اليونانية في مصر، وأيضا تحدث عن التحالف بين الدولتين واستمرار التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين، وتحدث أيضا عن استكشاف مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والإغاثة للشعب الفلسطيني ووقف التصعيد لما له من انعكاسات دولية وإقليمية خطيرة. كما تحدث أيضا الجانبان على قوة التحالف الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وأهميته من أجل شراكة استراتيجية، وأن هناك لقاء قمة مرتقب بين زعماء الدول الثلاثة تستضيفه القاهرة قريبا. معنا عبر الهاتف سيادة السفير أخ أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير برحب بحضرتك. كيف قرأت هذا اللقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني في إطار زيارته لمصر ولقائه أيضا من قبل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني في الحقيقة أن في تفاهم كبير جدا بين مصر واليونان، لأن اليونان يعني طبعا إلى جانب العلاقات الوثيقة مع مصر في المجال التجاري والاقتصادي وبالذات مجال الطاقة بكل أنواعها ومجال النقل خاصة النقل البحري، إلى جانب ما أشرت إليه في العرض الجاليتين، جالية مصرية كبيرة في اليونان وجالية يونانية موجودة هنا في القاهرة، فبيعتبروا جسور تواصل بين البلدين. ده على المستوى الثنائي. على مستوى الوضع القائم في المنطقة خاصة الحرب الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة وما تقوم به من أعمال، يعني العالم كله يعني بيضعها تحت
قوائم جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد حقوق الإنسان، تهجير قسري، إبادة جماعية. فاليونان من الدول المتفهمة جيدا للقضية الفلسطينية وتؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نعم. ده من هنا قلق اليونان من الوضع القائم في غزة الآن، لما له من انعكاسات، لأن اليونان جزء من المنطقة وليست بعيدة صحيح. عن قطاع غزة. صحيح. نعم. حديث الوزيرين أيضا عن التعاون الاستراتيجي بينهما والعلاقة الثلاثية المتميزة بين مصر وقبرص واليونان في إطار هذه الشراكة الاقتصادية، كيف تراها في ظل ما تقوم به مصر من توازن في علاقاتها الخارجية؟ يعني هو ده كان من البدايات اللي هو تجمع الدول الثلاث في البحر المتوسط منذ 2014 حتى الآن. يعني ده تجمع مهم للغاية، لأن بيجمعوا المصالح المشتركة، بيجمعوا الجوار، يعني تداخل ثقافي بين الدول الثلاث. مصر الآن تقوم بتسهيل الغاز لقبرص واليونان وإعادة تصديره، فهنا يعني في تعاون فعلا في مجالات عديدة. من ناحية الأمنية، تعاون أمني لتأمين منصات الغاز وتأمين نقله وتسويقه، وتعاون في إطار منتدى الغاز شرق المتوسط، وده يعني فيه 7 دول مؤسسة ودول أخرى انضمت ليه بعد ذلك. فمصر واليونان وقبرص من الدول المؤسسة يعني الرئيسية فيه. فده هذا التعاون طبعا بيربط بين البلدين وبيتم متابعة تطوره دوريا باللقاء الثلاثي بين زعماء الدول الثلاث للنظر فيما تم تحقيقه وفيما الافاق التي يمكن ان يتوسع فيها هذا التعاون في كل المجالات اللي انا ذكرتها. ايضا الملاحة في البحر الاحمر اللي اشار لها وزير خارجية اليونان. اليونان دولة بحرية لها اسطول بحري كبير للنقل البحري، ولها هي وقبرص وبنما من اكبر الدول اللي بتأجر عالمها لسفن تانية اجنبية. صحيح. فبالتالي تهتم جدا بالملاحة في البحر الاحمر وفي قناة السويس. نعم. لان ده ما يأتيها من شرق الاقصى ومن جنوب وشرقي اسيا ومن الهند ومن كل هذه المنطقة، بيعبر في مضيق باب المندب ثم في قناة السويس. بالتالي هو مهتم جدا بتأمين الملاحة في قناة السويس. وكانت إشارة ذكية من وزير خارجية اليونان عندما قال ان الترابط ما بين الاضطرابات او الاشتباكات المسلحة الموجودة في الشمال وفي الشرق وفي منطقة البحر الأحمر، وده يعني كله بيدل على ان المطلب وقف القتال هو ده مطلب عاجل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. صحيح. نعم. أشكرك سيادة السفير أخ أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من مقر المؤتمر زميلة أمل صبري. أمل، حدثينا عن ماذا لديك من تفاصيل جاءت في هذا المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري الخارجية المصري واليوناني. اهلا بك احمد وبكل مشاهدينا الكرام، يعني من خلال متابعتنا منذ الصباح الباكر لهذا الحدث المهم واللي بتشهده مقر قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية، حيث التقى معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية بنظيري اليوناني والذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى في اول زيارة رسمية له بعد تولي مهام منصبه. اللقاء بدأ بجلسة مباحثات مغلقة، بعدها اتسعت المباحثات لتضمن وفدي البلدين، بعدها عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا. خلال المؤتمر أشار معالي الوزير سامح شكري أنه جاء خلال المباحثات البحث والمزيد من الحديث حول فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون بين مصر واليونان. العلاقات المصرية اليونانية وصفاء الوزيران بأنها علاقات استراتيجية وطويلة وممتدة عبر العصور، لكنها شهدت طفرة ونقلة نوعية منذ خلال تولي فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر. الجانب ايضا جانب اخر من المباحثات تناول بشكل كبير العدوان الاسرائيلي في قطاع غزه واوضاع المدنيين داخل القطاع. الوزيران اكدا على ضروره الانفاذ السريع والفوري للمساعدات الاغاثيه والانسانيه لسكان القطاع. وزير الخارجيه سامح شكري اكد مجددا على موقف مصر واهميه وضروره الوقف الفوري لاطلاق النار وان يكون هناك حل للدولتين حتى يتم الاستقرار والهدوء في المنطقه، وهو ما ايده الوزير اليوناني خلال المؤتمر الصحفي. ايضا الوزير اليوناني اشار لقلق بلاده من تداعيات الحرب الاسرائيليه في قطاع غزه، وأعرب عن قلقية أيضا من اتساع الصراع في المنطقة، خاصة أن ما يشهده البحر الأحمر من يعني عمليات تهدد حركة التجارة بشكل عام، وما يتعقب عليها من أثار سلبية ليس فقط مالية وإنما إنسانية كذلك على حركة التجارة العالمية. وأشار إلى أهمية التعاون خاصة مع مصر في هذا الصدد تحديدا لامتلاكية قناة السويس. بالنسبة للعلاقات بين مصر والسودان، تم الاتفاق بين مصر عفوا واليونان، تم الاتفاق على دعمها وتطويرها وفتح افاق جديده لمزيد من التعاون في مختلف المجالات سواء السياسيه الاقتصاديه التجاريه ايضا الثقافيه. بالنسبه للتعاون الاقتصادي والتجاري، يعني اشار الوزيران ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى لمستوى العلاقات المتميزه اللي بتشهدها العلاقات بين مصر واليونان. هناك العديد من المشروعات التي تربط بين البلدين، ويمكن من بينها مشروع الربط الكهربائي من مصر لليونان ومن اليونان للاتحاد الأوروبي. الوزير سامح شكري أيضا أثنى على دور اليونان في الاتحاد الأوروبي باعتبارها بتقوم بدور مهم جدا بأنها تصل وجهة النظر المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يعني كان من شأنه مزيد من التعاون بين مصر بين أجهزة الاتحاد الأوروبي وكذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي. يعني بشكل عام خرج اللقاء اليوم بالاتفاق على مزيد من التعاون ومزيد من فتح أفواج جديدة لسبل التعاون بين مصر واليونان. نعم، شكرا لك يا زميلة أمل صبري، كنت معنا مباشرة من مقر المؤتمر، وبالتأكيد سنعاود التواصل معك لمعرفة مزيد من المستجدات. مشاهدينا، انتهت هذه النشرة وهذه التغطية، لكن متابعتنا متواصلة على مدار اليوم. شكرا لحسن المتابعة، ألقاكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء.